ومن أجل التكفل الجيد والأمثل بالجانب الوقائي والعمليات لمواجهة الأخطار والكوارث، تبنت الحماية المدنية ضمن استراتيجيتها المنتهجة الاستعانة بالبحث العلمي والتكنولوجي المبتكر لوسائل تمكن من الحصول على المعلومات الدقيقة حول مخاطر الكوارث في مراحلها المبكرة، حتى تتمكن من أخذ الاحتياطات اللازمة ووضع المخططات المناسبة وتوفير الوسائل الكفيلة للتصدي للكارثة والتقليل من وطأتها وآثارها على الأشخاص. وهذا ما تعمل عليه إدارة القطاع بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير هذا المنهج.